مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في الحلقة التي خصصناها للبحث العلمي، واستضفنا فيها الدكتور أحمد عن مالك، الأستاذ الجامعي والباحث المتخصص في تاريخ المغرب، والموضوع يدور حول البحث العلمي. دكتور، مرحبا بك. أهلا وسهلا. مرحبا. نعم، وأنتم تنقلتم أزيد من 40 سنة في مجال البحث العلمي بين مجموعة من المدن، يعني بني ملال، زاوية أحنصار، منطقة تادلا، تامقروت، طنجة، شاون، تطوان، منطقة سوس. ما هي الصور التي ظلت عالقة في ذهنك، وما هي بعض الطرائف التي تتذكرها دائما؟ صور الطرائف يعني كثيرة جدا في الحقيقة. لو أن لي قلما أدبيا لا صغت هذه الرحلة، رحلتي مع البحث العلمي. من الطرائف، على كل حال، في شهر غشت من سنة 1980 قررت الذهاب إلى زاوية حنصار. هذه الزاوية، هذا الموقع الذي يبعد عن أيت محمد آخر نقطة من الطريق المعبدة، يبعد عنها بحوالي 65 كيلومتر بالضبط. طبعا كنت قد حصلت على رخصتي من عمالة إقليم زلال المستحدثة حديثا، وساعدني السيد العامل بسيارة مكشوفة، سيارة الويليز القديمة، والسائق، فرجعنا إلى مدينة أزيلال لكي يعني نملأها بالمحروق. رجعنا إلى مدينة أزيلال، ثم سافرنا مساء يوم السبت، لأنه هذا اليوم الذي ينعقد فيه السوق في أيت محمد. فخرجنا يعني عشية تقريبا ظهرا، انطلقنا، وصلنا ليلا، وصلنا في الليل، لأن الطريقة يعني جبلية وغير معبدة وخطيرة جدا. لما وصلنا نحن الثلاثة، أنا ومعلم صديق لي يتقن الأمازيغية من المنطقة، والسائق. لما وصلنا وكنا قد تعممنا يعني شيلان، أغطية الرأس والفم وإلى آخره، ولم نترك إلا العينين. لما وصلنا إلى المنطقة لم يعد أحدنا يعرف الآخر. أولا نزلنا عند القائد المعين حديثا في المنطقة، في منطقة زلال، وبالضبط في قرية أقديم. وبالمناسبة هذا زاوية حنصار وأقديم طبعا كتبت عنهما مادتين في نشرتا في معلمة المغرب. وصلنا إلى يعني في الليل، وجدنا السيد القائد استقبلنا، حضرنا العشاء، وكان بالمناسبة يعني كان بينه وبين زوجته نوع من الشنآن، وتركت له ابن، و يعني اتجهت إلى حال سبيلها، فكان يعني قلقا بشكل كبير ومتوترا بشكل كبير جدا. على كل حال بتنا الليلة عنده، ثم في اليوم الموالي أعطانا مفتاح دار الجماعة، نزلنا به بهذه الدار، وأصبح يوجه لنا في كل يوم خبزة. إذن فتلك الخبزة هي التي نأكلها مع الشاي بدون أي شيء آخر. اكتشفنا في اليوم التالي شجرة إجاص موجودة والصيف، فتلك الشجرة كانت تسقط الإجاص في وسط النهر، نهر حنصار، واد حنصار، وهو واد صغير وفي الصيف، فكنا ننتظر أن تسقط تلك الإجاصات فنأخذها، فلا نأكل إلا الخبز والشاي والإجاص. وكان الذي تكلف بمساعدتنا وهو البلونتون ديال القائد، كان يعني يأتينا بالأرشيفات المتروكة من الحماية، لأن ذاك المنطقة كانت منطقة مكتب ضابط الشؤون الأهلية. كان يحمل لنا الأرشيف في البرويدة، البرويت يحملها يعني نظرا لكثرتها إلى آخره. من جملة الوثائق التي عثرت عليها
والتي لا تزال منقوشة في ذهني هي رسالة دورية وجهها ليوطي المقيم العام يومئذ سنة 1925 وهو يكاد يغادر بلاد المغرب، وجهها إلى المراقبين المدنيين وإضباط الشؤون الأهلية. مفادها ماذا في هذه الرسالة؟ هذه الرسالة تخبر بحل المسألة الأمازيغية كيستيون بربر عن طريق صدور كتاب قيم بالنسبة إليه، هذا وصفه، هذه أوصافه، صدور كتاب قيم وهو كتاب لبربر إلو مخزن دون السود دي ماروك ديال روبير مونتان. هذا الكتاب معروف، هذا الكتاب لا زال لم يصدر، سوف لا يخرج يعني مطبوعا إلا في سنة 1930. وسنة 1930 تقول للمغاربة ما تقول لهم، تعني ما تعني، لأنها تصادف الظهير البربري يوم 16 ماي. إذن فارتبط صدور هذا الكتاب بهذه القضية، وهذه مسألة يعني مهمة. إذن هذه طريفة من الطرائف. كذلك أنني كنت في مدينة الشاون نازلا في سنة 1994 في أبريل بالضبط، نازلا على السيد علي الرسوني أحييه من هذا المنبر، هذا الرجل الذي استضافني 3 أيام. وهذا الرجل له يملك خزانة، وثائق خزانة تراثية مهمة جدا، وكنت أبحث عما يفيد في الناصريين، عما يفيد في الزاوية الناصرية. يعني طلبت منه أن أرى مكتبته، فطبعا من دار لأشغاله وكثرة الضيوف وكثرة من يأتي عنده إلى آخره إلى آخره، فطبعا استمهلني اليوم الأول واليوم الثاني واليوم الثالث، ألححت عليه كثيرا لأنني أريد أن أغادر مدينة الشاون إلى مدينة طنجة. فطبعا أنزلني إلى بيت يعني تقليدي في الرياض، من أكبر الرياضات ديال مدينة الشاون، ربما لعله الأكبر. هذا البيت طويل جدا وعرضه قليل، وتوجد فيه الكتب، هناك ما هو موضوع على الرفوف، وهناك ما هو موضوع في أكياس ورقية كرتونات، وهناك ما هو معلق، وهناك ما هو مشتت إلى آخره إلى آخره. لكن لا تقول لي خبز وشاي وإجازة. لا 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 الآن يعني أنا ضيف عند رجل محترم من أعيان المدينة إلى آخره. فقال لي انظر من أين سوف تبدأ؟ أقول هذا بكل صدق. فأول علبة، أول كرتونة يعني حللت وكاءها كما يقولون، أول كتاب حملت وكتاب فيه رسالة الشيخ الحسين بن ناصر. فقلت له هذا كنت أبحث عنه كثيرا، لأن هذا يجسد ماذا؟ يجسد جانبا من الدور العلمي الذي قامت به الزاوية، لأنه هو يحكي عن أخيه الشيخ محمد بن ناصر، وكيف أقرأه في رحلة الحج كذا وكذا وكذا من الكتب إلى آخره إلى آخره. فطلبت منه أن يعني يسمح لي بتصويره، فصورته يعني، وكان بالنسبة إلي مصدرا مهما في إطار البحث. الطريفة الثالثة وهو أنني توجهت إلى مدينة طنجة باحثا عن مواقع الناصريين، فوجدت زقاق يحمل زنقة الناصرية. ثم أفضى بالحال لا أذكر كيف إلى حي راقي في منطقة طنجة، فرمقت رجلا أسمر فاره طويل، بحيث أن طوله أطول مني تقريبا، هو جوج الأمتار في الطول دياله. من منظره شممت فيه رائحة تمقروت، رائحة الجنوب، رائحة الذرعة إلى آخره. فقصدته فسألته، فقدمت له نفسي، قلت له أنا أستاذ جامعي باحث إلى آخره، أبحث في الزاوية الناصرية. قال أنت تبحث في الزاوية الناصرية؟ هل زرت تمقروت؟ قلت له نعم. فعنقني وقال لي مرحبا، وأعطاني كرسيا وجلست عليه، جلست على الكرسي الذي يجلس عليه أمام الدار، فهو حارس. قلت له يعني من جملة الأسئلة، ما الذي أفضى بك إلى مدينة طنجة وأنت درعي وأنت كذا؟ وأعطاني اسم القصر الذي يسكنه في درعا إلى آخره. قال لي أنا كنت من ضمن القرابة
الذين يسقون الماء من ضمن القرابة الذين نقلوا من درعا إلى مراكش لما كان مبايعا فيها أحمد الهيبة. وكنت ورافقته إلى سيدي بوعثمان أسقي الماء للجنود والمتطوعة والمجاهدين إلى غير ذلك. فلما كسر الجيش قعدت الوقعة ديال الجنرال مونجان إلى آخره، بقي ما طلعش جنرال ديك الساعة. لما كسرت حركة أحمد الهيبة هذا الرجل ظل على وجهه، فانتهى به المطاف إلى مدينة طنجة فعمل بها، فظل من هناك من 1912 إلى 1994 حيث وجدته. إذن هذه طرائف البحث العلمي للدكتور أحمد عن مالك، وبها ننهي هذه الحلقة. دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء.